السلام عليكم. اليوم نعرفكم بواحد من المصانع الكثيرة الموجودة في الجزائر وفي ميدان إنتاج الإسمنت، وبفضلها يعني حققنا الاكتفاء الذاتي ودخلنا في مرحلة التصدير، خاصة في مادة كلينكر اللي أصبحنا المولد الرئيسي لهذه المادة الكلينكر للاتحاد الأوروبي. وإذا في هذا الإطار نعرفكم بمصنع إنتاج الإسمنت الواقع في منطقة صناعية بحاسي عمر في ولاية وهران، واللي تم يعني إنشاؤه بشراكة جزائرية تركية. نخليكم تتابعوا تفاصيل هذا الاستثمار الجميل، وأترككم في رعاية الله وحده، والسلام عليكم. قفزة نوعية يشهدها قطاع الصناعة بوهران بخلق اقتصاد قوي للزيادة في الإنتاج والتنويع في الصادرات. مصنع الإسمنت الواقع بمنطقة حاسي عامر نموذج ناجح قائم على شراكة جزائرية تركية، ومشروع بأبعاد اقتصادية بعد تحقيق الاكتفاء في السوق الوطني. الشركة دخلت مجال الإنتاج سنة 2012 بقدرة إنتاجية تفوق 700 ألف طن سنوياً، تغطي نسبة كبيرة من السوق المحلية. هذه الشركة تتوجه في إطار الرؤية العامة لسياسة الدولة والسلطات العليا في البلاد، تتوجه نحو التصدير في آفاق 2024، وذلك من خلال أننا أسسنا شركة للنقل البحري، ونستطيع من خلالها السيطرة التامة على الحلقة من الأول إلى الأخير. قدرة الإنتاج تقدر ب 700 ألف طن سنويا. لدينا ثلاث أنواع من الإسمنت، 32.5 و42.5، وكذلك مضادات السلفات، إلى جانب خام الكلينكر والجبس والكالكير. عملية الإنتاج تتم وفق شروط ومقاييس المنظمة العالمية للجودة إيزو. هذا المصنع المتخصص في صناعة مختلف أنواع الإسمنت نموذج لديناميكية اقتصادية بآفاق واعدة، يشغل 150 عامل من الكفاءات الجزائرية مع إدراج مختلف التخصصات والتكنولوجيات الحديثة لزيادة في جودة الإنتاج المحلي والتوجه نحو التصدير. عندنا خبرة تقريبا 5 سنوات، احتكينا بالأخرين الأتراك معهم، تدينا خبرة. الحمد لله رانا نديروا إنتاج وطني محلي، ندعموا في الاقتصاد الوطني. عدة مراحل نفوتوا عليها، أولا نشوفوا لا ميزور دو بلان لا فيناس، نشوفوا لي زاناليز شيميك، نديروا ثاني لي زاناليز فيزيكو ميكانيك باش نشوفوا المقاومة تاع الإسمنت باش تعطينا جودة في المنتوج وين يروح للتسويق. تغطية السوق الوطنية والتسويق بجودة عالمية نتيجة شراكة مثمرة أقرتها استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم ومرافقة المستثمرين للرفع بعجلة التنمية.